الرحيم باسم أبناء ميسان ولكافة الاختصاصات والنقابات والمهنيين، نقف اليوم استنكارا لما حدث لأصحاب الشهادات ولكفاءات العراق. المفروض نرتقي بأصحاب الكفاءات ونستفاد من خبراتهم ومن شهاداتهم من أجل النهوض بواقع البلد، ولكن مع الأسف في وجود الفاسدين تم قمع تلك الوقفات والاحتجاجات. من هنا نطلب إجراء تحقيق وتكون النتائج واضحة ويكون درس لمن اعتبر. وطبعا بصراحة أنه مو بس الكفاءات والشهادات، ولكن ما حدث للنساء هو عار على من فعل ذلك.